بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق بالسؤال عن الكفارة بالنسبة لمن أفطر في رمضان، الكفارة لا تجب إلا على الإنسان الذي أكل عامدا قاصدا انتهاك حرمة رمضان، بمعنى أن المطلوب منه الكفارة في رمضان هو ذلك الشخص الذي انتهك حرمة الصيام وقصد أن يفطر عامدا متعمدا دون سبب. أما من أفطر لعذر من الأعذار أو لسبب من الأسباب الموبعة للفطر فلا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء. الكفارة تعني أن من أفطر يوما من أيام رمضان إما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يطعم 60 مسكينا. هذه الأشياء المتوفرة الآن، أما عتق الرقبة فلم يعد هناك رقيق. إذن مطلوب من الإنسان إما أن يصوم شهرين متتابعين عن يوم واحد من الأيام التي أفطرها عامدا متعمدا، أو يطعم 60 مسكينا، بحيث كل يوم من أيام رمضان أفطره متعمدا وجبت عليه الكفارة. إذن يكون الإفطار بقصد انتهاك حرمة الصوم وهناك قصد وتعمد، أما النسيان وبعض الأمور التي تبيح له الإفطار فإنما تتطلب منه القضاء. وطبعا كل حاجة أفطر لها يكون بحسب الحالة التي أفطر من أجلها، ويكون الجواب مناسب لها. والله تعالى يوفقنا للصواب ويهدينا لما فيه الخير، حتى نعظم شعائر الله ونعظم حرمات الله. وتابعوا نفشر الخير ورمضان كريم، أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.